يقول لك هذا زمان في وحدها معها ولعان ايتام، وجات فهاكة الديرة ولقيت لها بيت خلاص فاضي ما في احد، وسألت اهل الديرة قالت من هو اللي راعي البيت هذا؟ بس تاجري أسكن فيه. قالوا هذا ما هو لحد، هذا مالك جني، واللي بات فيه يا يصبح ميت يا يصبح مجنون. ليه؟ قالوا والله يجيب له يجيب شرط يقول له ما عجزتني فيه، يا اذبحك يا جنك. وكل اللي سكنوا فيها احد مات وحد تجنن. قالت هذا بسيط، اذا ما غرق الشرط هذا بسيط، خلوا رعاني عندكم وانا بروح ابات فيه. خلت الرعان وراحت باتت في البيت. جاء بعد العشاء والجني جايه، قال ايش عندك هنا؟ قالت والله بسكن. قال البيت له اجار للثمن، تقدرين على؟ قالت وش اروز منه؟ قالت تعطيني تقوميني في همه ما اقدر اسويها، اذا عجزت ما اسويها خذي البيت. قالت بسيط. قالت هذه بسيطه، جيب المروح. جاب المروح على عندي، اذا لك انت تستطيع. قالت هيب على الخزق هذا لين يصك، ولا يصك سوى اللي تسوي فيه. قال لك قاعد الجني هيب الليل الكل، راح الثلث الاول، الثلث الثاني، بقي الثلث الاخير. يقول لك كانت تعطيها صاروخ جو جو. يقول قال ايش هذا؟ قالت هذا خزق ثاني انفك. قال انا الخزق الاول ما سكيت، هو الحين ثلاثة الاخير انفك لي خزق ثاني، شيلي البيت وخذيه حلال حلال. تعال وين رايح؟ قال ابى اروح البيت حلال حلال. قالت طيب المفاتيح حق الغرب؟ قال عليها في الخزان مدفونه في الشرق في الركن الشرقي. يقول لك انا اصبح الصبح يا بوسطة البيت تنادي ورعانة وتجي تسكن في البيت. وهذا فلان حنا نستهون ام خزقان، نقول ضعيفه ضعيفه، ما به ام خزقان ما هي ضعيفه، خزق للهف وخزق تطرد اللي تستحيل على ملاك. وسلامتكم سالم وغانم. والله عم جابر والله اشتقنا القصاصك واشتقنا الحكاياكي والله. الله يحييك والله يحرمنا منك والله. الان في البركه محلهم، محل الجن، محل متراس الجن صح، والله متراس الجن صح. تعال يمين شمال هذه هي البركه، لكن في الليل سبحان الله تحصلها شكل ثاني. ب ب ب ب المحل هذا تحصل الشكل ثاني، ما تحصل زي كذا. يا سياح يا حذف مداق، يعني في اشياء تمر عليك كثير هنا، اشياء مرت علي كثير. وشوف والله انا اخول لك، هنا فيها كلب الله يعزك الله زيد، تعطيها الاكل ما يرده، ياخذ الاكل لكن ما ياكله، يروح به ويدفنه، يدفن الاكل اللي تعطيه. يعطونها العرب قرص، وهذا دارين عنه في الديره كلهم، عارفين راعيه الكلب، عارفين الكلب هذا، ياخذ القرص يوديه ويدفنه. نجي صبح نلقى القرصان اللي اعطاها فاعل الفريق نلقاها مدفنه، ما ياكل غير القرص اللي ما عند رعيته. هذا شيء معروف في الديرات.